مساء النور. يعني عايزة أقول لحضرتك، أنا حتى قلت ده قبل ما نطلع الهوا، إن الجميل رحمه الله محمد رشدي له مكانة خاصة قوي في قلوبنا. يعني الواحد كده الصبح يفتح الإذاعة ويجيب أغاني محمد رشدي ويقعد بقى يسمع. الله يرحمه. والله يرحمه. احكي لنا شوية عن أستاذ محمد رشدي. الوالد من أسرة فقيرة، كفر الشيخ دسوق. في البيت هو كان فلاح خالص، احنا ملناش اختلاط بالوسط الفني نهائي. بيتنا عاش عمره كله، دخلوا ثلاثة، أستاذ أبنودي، أستاذ بليغ، ورحمة الله عليه كمان أستاذ عبد الرحيم منصور. كان ممنوع خالص ان احنا يعني يتواجد، لما يكون متواجد عنده صحفيين او حد، ان والدتي اختي تطلع كده، يعني ممنوع. وهو في البيت كان اب فقط، ولكن كان شايل حمل البيت كله لوالدتي، لان هو كان اهتمامه كله بشغله. ما كانش بيهتم بيكوا يشوفكوا بتعملوا ايه، يتكلم لا، معاكوا. الحقيقه اللي كان شايل المسؤوليه دي كلها كانت والدتي. وكان بيقضي معظم وقته في الاهتمام بالشغل والعيال. بشغله. واحنا كان عندنا في الفيلا اوضه كده كنا مسمينها اوضه البيانو، دي كانت بتاعته. كنت بتدخلها وحدك صغير؟ طبعا وتلعب في البيانو؟ طبعا. وتخانق معاك؟ ولا بالعكس، هو بصي حضرتك، هو كان ليه دايما مقوله، كان دايما يقول التجربه لا تورث. يعني حتى لما كبرت وانا عاوز ويقول لك والله الامتحان بتاع النقابه موجود، وريني نفسك. كنت عايز تغني؟ وانا صغير كنت عايز، وانا صغير. وبعد كده هو رفض ان حد فينا يخش الوسط ده. مع الوقت يعني مستوى وكده، رفض خالص، رفض قاطع يعني. طيب نسمع طير يا هوا، عشان انا نفسي اسمعها. انا كنت بسمعها الصبح، بس اسمعها تاني مع حضراتكم النهارده. الهوى وتهدم عالينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. الشط وناس بعيد عن عينينا، فينا يا هوى للبحر جينا، والشط وناس بعيد عن عينينا، وحلفنا بمية للنار علينا. ناوي يا هوى تخبر أهالينا. مكتوب عالمية قصتها معايا، عارف يا هوا ايه الحكاية، مكتوب عالمية قصتها معايا، ودارتها الموجة خايفة علينا، منك يا هوا ومن اهالينا. كان يبان الاستاذ محمد رشدي ان هو الفتى الخجول. ده كانت حقيقه يا فندم. هو كان خجول جدا. وكان مش اجتماعي. كانت ثقافاته كلها، هو عايز اقول لحضرتك، هو بدايته نفعته ان هو طلع في فتره الستينات، فتره غنيه سخيه، فتره عبد الناصر، وكان في بقى عبد الحليم ناحيه دي، الناحيه الثانيه كان مطرب. بيقول على الاستاذ عبد الحليم لما تسالوه عليه او تكلموه عنه؟ بصي حضرتك، هو لما طلع يغني ما كانش يبصص لعبد الحليم، هو كان دماغه هو والاستاذ ابنودي ان هو يخبط في محمد قنديل، يوقع قنديل. كان اللون مختلف. ولكن هو كان عربي لون قنديل بالمناسبه. لما الصحافه دخلته في صراع مع عبد الحليم في المجلات والجرايد و و و هو كان يقول انا ما يعني ما حدش خليني لفيت حوالين نفسي،
غير عبد الحليم لما غنى توبة ولما غنى سواح. قال لي والدتي كانت تقول، كانت تصحى من النوم بالليل 2 3 الفجر تلاقيه واقف في الصاله في الضلمه كده مع نفسه ساند على كرسي سفره وسرحان عشان اغاني عبد الحليم، عشان الاغاني دي. طبعا. طبعا. بس هما بيقولوا في المقابل برضو عبد الحليم خلى، يعني رشدي خلى عبد الحليم يتجه لهذه الاغاني بالظبط. يعني ويمكن الاستاذ ابنودي لما جه الاستاذ عبد الحليم حب يعمل ادهم الشرقاوي، الابنودي قال له لا، قال له ما تجيش ناحيه دي خالص، ما سمعش الكلام. استاذ موجي ضحك عليه، عملها له وخلاها قالها في الفيلم. وهي دي اللي علت الوالد اكتر. بس هو انا زي ما قلت لحضرتك، عشان هو احنا كنا اسره فقيره، فكانت ثقافاته كلها استاذ انيس منصور، يوسف ادريس. بس هو زي ما استاذ هشام كان بيقول، كان يبان عليه ابن اصول، يعني دي الاصاله المصريه. دي حقيقه. دي حقيقه. هو عاش فعمره كله ما غناش في 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 محل من محلات شارع الهرم، ما دخلش الاماكن دي. كان دايما الصحفيين بقى اللي هم الاشتراكيين، استاذ حمدي احمد، كانوا يقولوا له اطلع غني فوق سطح واوعى تخش كباريه. وده ان ابن الاستاذ عماد، استاذ حمدي احمد. والحقيقه ان اللي بيقوله استاذ طارق دلوقتي ما يختلفش كتير عن الصوره اللي احنا ترسخت في اذهاننا عن استاذ حمدي احمد. فكره القيم